انا في عمري 83 سنه وما زلت نفلح وما زلت نغرس وما زلت ندير كل حاجه. نطرم الشباب هذا ربي يهديه ينوض يخدم، ينوض يفلح الاراضي، يدير الشجره، يتمثلش على الدوله، يتكل على روحه. هي رسالة الحاجة عائشة لجيل اليوم، فرغم تقدمها في السن إلا أن هذا لم يمنحها من مزاولة مهنة الفلاحة وخدمة الأرض. الحاجة عائشة من ولاية شلف نموذج للمرأة الريفية المكافحة وحكاية عشق للأرض. كان عندي نمشي واحد حسبة 3 كيلومتر على الأرض هذه، ونجي يومين ونروح يومين، إلا كنت مريض ولا وليدي يقول يا مريحي أنا نروح بلاصتك. هو يغرس ويشرب، كي يكون غايب انا نغرس ونشرب. ها الكورجات، ها اللوبيا، ها اللفت، ها الكورجات الاخرى ثاني. على قدم وساق تتنقل هذه العجوز يوميا لمزرعتها بضواحي مدينة تنسة، فرافقناها لنرى كيف جعلت من الارض البور جنة غلاء. انا نبغي الفلاحة، قلت انا جات في راسي، قلت انا رحت نجرد بنتي القراية. هذيك صوت هذيك الكاتبه فما، قلت لها لو كان نجي نقرا يشدوني يقبلوني. قالت لي يستقبلوك. قلت لها شنو نجيب؟ قالت لي جيبي لي نكوه بيضاء، زوج نكاي بيضين، وزوج تشاور، دوسي كامل واه، ولي كارطون صغير فوتوكوبي. ديتهم لها، دخلت نقرا عند نورا يونسي، ديت الشهاده راهي عندي، انا طالبه من ربي دعموني برك. شغفها لخدمة الأرض دفعها للمضي أبعد، فتابعت تكوينا في التخصص بأحد مراكز التكوين المهني بتنس، متفوقة بذلك على زملائها بتقدير جيد جدا. درست في مركز التكوين المهني تنس عام في الزراعة مدة 3 أشهر، كانت جد متربصة نشيطة، تحب بزاف تقرا، تحب بزاف تتعلم، واللي يعجبني فيها كي تروح للدار تعطي للحفيدة تاعها كاع شقرينا في الكلاسة تعاودوا وتجيبني صحوا لها. كل الفئات العمرية مستهدفة من التكوين، ومنها يعني الحاجة يعني بالعباس اللي شفناها يعني هي مجاهدة، ورغم ذلك تساهم في التكوين، رغم ذلك يعني العامل السن كان العكس، ما كانش حاجز، العكس كان محفز لها باش هكذا تتكون. الحاجة عائشة ما هي إلا نموذج لكثير من قصص النجاح لم تعرف لليأس طريقا، ليتأكد مرة أخرى أن السن لم يكن يوما هاجسا نحو بلوغ الطموح.